مهمة جدا بالنسبة لأي دكتور بيشتغل في الميديكال فيلد، سواء كان ليه علاقة بالأشعة أو ملوش علاقة بالأشعة. أنا بس برجو من حضراتكم حاجتين. الحاجة الأولانية محدش يتكلم مع اللي جنبه. الحاجة التانية يا ريت نخلي الموبايل يعني يا إما مقفول يا إما صام. أنا الحقيقة نادر قوي لما بدرس للناس الصغيرين، لأني ما عنديش الروح إن أنا أقعد أقول اسكت يا ابني اسكت يا بنتي ركز معايا شوية والكلام ده. عندي حاجات أهم من كده بكتير، لكن أنا مهتم جدا بإن أنا أدرس للشباب الأطباء وكده، بدرس تقريبا خالص للأندر جراد. فاي هوب ان احنا خلاص اتخرجنا يعني من الكليه وبقينا ماتيور اناف بحيث ان احنا نبقى فاهمين كويس قوي احنا جايين هنا نعمل ايه. بعد لما نؤدي الهدف من المجيء بتاعنا ونستوعب الكلمتين اللي احنا عاوزين نقولهم، بعد كده نطلع بره نشرب شاي ونسكافيه ونعمل كل اللي نفسنا ونتشمس ونتهوى واللي انت نفسك فيه. عاوز بقى حضراتكم تركزوا معايا شوية علشان نخلص الكلام اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي. بالنسبة للشيست اكس راي، زي ما حضراتكم عارفين في أي مكان في الدنيا انت بتستخدم الشيست اكس راي لأسباب كتيرة جدا جدا، والناس كلها لما عملت إحصائية عن كمية الأشعات اللي بتتعمل في اسم الأشعة ومدى الفريكونسي بتاعت كل واحدة منهم، لقوا ان الشيست اكس راي لوحده بس يساوي 40% من شغل اي اسم اشعة. وده معناها ان الشيست اكس راي مش مقصور فقط على الجماعة بتوع الامراض الصدرية، بتوع البطنة والاطفال والحوادث والانتنسيف كير واي واحد رايح يعمل عملية والكلام ده كله مطلوب له شيست اكس راي. اللي خلى الشيست اكس راي كده ان هو فحص بسيط جدا بيتعمل في ثانية، وان هو رخيص قوي كومبيرد لكل الاشعات اللي احنا بنستخدمها في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت بالرغم ان هو رخيص وسهل لكن بيديني كم ضخم جدا من التشخيصات زي ما هوري لحضراتكم دلوقتي. عشان نصور المريض شيست اكس راي لازم يكون نستوفي يعني بعض المواصفات. اهم حاجة في المواصفات دي هم اللي احنا عاملينهم دولت. نمرة واحد، ان يكون المريض واقف عدل وهو بيتصور. يعني ايه واقف عدل؟ يعني يكون لازق صدره كويس قوي في الحته اللي جواها الفيلم اللي احنا هنصور عليه، وما يكونش ملفوت ولا شمال ولا يمين. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا قبل ما اصوره اقول له خد نفس كبير واحبسه جوه صدرك علشان اي ديستند الرئه بالهواء فاعرف اشوف كويس. تالت حاجه الفني وهو بيشتغل بيبص على المريض كده، لقاه سفيف يديله جرعة أشعة قليلة، لقاه ضخم شوية يزود جرعة الأشعة علشان خاطر تطلع الصورة تنفع تتقرب. لو زود عن الطبيعي الفيلم بيتحرق، لو قلل عن الطبيعي الفيلم بيطلع بهتان كده مش باين فيه أي حاجة. ودي ليها علاقة بخبرة الراجل اللي بيصور وانت مالكش دخل فيها، لكن لما يوصلك فيلم كده زي اللي هوريهولك تقول الفيلم ده ما ينفعش لازم يتعاد بسبب ان هو يا اما محروق يا اما ان هو هيزي او بهتان. ف وانتوا في الطلبه سمعتوا ان في حاجه اسمها شيست بي اي. شيست بي اي يعني بوسترو انتيرير، واحنا في الاشعه كلها دايما نسمي الفيلم على حسب دخول الاشعه في جسم المريض. لو الاشعه دخلت في المريض من ورا يبقى اسمه بوسترو انتيرير، لو الأشعة دخلت في المريض من قدام يبقى اسمه أنترو بوستيريور. الشيست بوسترو أنتيرير هو الستاندرد، وكل لما يكون في إمكانك تعمل للمريض شيست بوسترو أنتيرير تعمله، يعني ما تستغناش عنه لأن هو الستاندرد في التشخيص. لكن المرضى في الانتنسيف كير وفي الحوادث ما تعرفش تعمل له البوسترو أنتيرير، بيبقى نايم على الترابيزة وتصوره من قدام لورا اسمه أنترو بوستيريور. خلاص ده ظروف معينة، لكن كلما يتأتى ليك ان يكون الفيلم بوستر انتيرير كل لما انت هتوصل الى التشخيص صح.
ايه الفرق بين الانثروبوستيرير والبوسترو انتير؟ البوسترو انتيرير هو مريض وشه ناحيه الفيلم وظهره لانبوبه الاشعه. الانثروبوستيرير مريض وشه ناحيه الانبوبه وظهره ناحيه الفيلم. ايه اللي بيحصل في الاثنين؟ هو ده الفرق. ايه الفرق بقى؟ المريض وهو باصص ناحيه الفيلم، الهارت which is an anterior structure قريب جدا من الفيلم، ما بيحصلش تكبير. لما المريض يبص ناحيه الانبوبه بيبقى الهارت اللي هو قدام بعيد عن الفيلم فبيحصل تكبير. فلما تبص على الشيست بوسترو انتيرير والشيست انتروبوستيرير تلاقي الهارت في الانتروبوستيرير كبير. وانت عندك الجماعه بتوع البطنه بيعلموك يقول لك ترانسفيرس كاردياك دايمتر ومش عارف ايه ونص الثراسك دايمتر والكلام ده، لو انت قست كده على الانتروبوستيرير هيطلع كبير، فتفتكر ان الهارت كبير ودخل المريض في متاهه which is wrong. يبقى احنا واحنا بنتفاهم مع الناس اللي هم متصورين في الحوادث وفي الانتنسيف كير والناس اللي مكتوب على الفيلم بتاعهم سوباين او مكتوب عليه انتروبوستيرير، نبقى فاهمين ان احنا عندنا فولس امبريشن ان الهارت يبقى كبير شويه. في نفس الوقت لو انت قادر تصور الشيست اريكت يبقى كويس قوي، لكن لو انت ما تقدرش المريض مثلا في حادثه او مغمى عليه او الحاجات زي كده هتضطر تصوره وهو نايم. وهو نايم مش هيعرف ياخد نفس كويس، وبالتالي هيبقى الدايفرام طالع لفوق، وبالتالي الهارت هيبقى متبطط، وبالتالي هيبقى الترانسفيرس كاردياك دايمتر هيبقى وحش. وده بيحصل في العيانين اللي هم في الحوادث وفي الانتنسيف كير، ان الشيست بيكون انتروبوستيرير وان هو في نفس الوقت بيكون سوباين. كون ان هو سوباين مش عارف ياخد نفس كويس، كون ان هو انتروبوستيرير هيخلي الهارت ماجنيفايد، وبالتالي كلنا واحنا بنقرا الشيست اكس راي بتاع الانتنسيف كير وبتاع الحوادث دايما نخلي في بالنا هذه النقطه، ان الهارت هيكون في فولس امبريشن ان هو كبير شويه. وعشان كده علشان نتفادى الخطا ده لازم يكون عندنا لاترال، لان اللاترال ما فيهوش ماجنيفيكيشن والهارت في مكان ثابت بالنسبه للفيلم، وبالتالي اقدر اجادج اذا كان الفيلم كويس ولا لا. لما ابص على اللاترال فيو هلاقي الهارت موجود قدام زي ما حضراتكم شايفين. لو انا عاوز اعمل لاترال لازم اختار الشمال من اليمين. يعني لو انا عاوز اعمل المريض ده عنده ليجن في الليفت لانج يبقى اللاترال اللي يتعمل ليفت لاترال، لو الليجن في الرايت لانج يبقى اللاترال اللي يتعمل رايت لاترال. ايه الفرق بين الاثنين؟ في الليفت لاترال لازم الجنب الشمال هو اللي يكون قريب من الفيلم، في الرايت لاترال لازم الجنب اليمين هو اللي يكون قريب من الفيلم. وانت بتبص على الانتروبوستيرير او البوسترو انتيرير لازم تقبل ان الديافرام اليمين اعلى من الديافرام الشمال بمسافه من 1 ل 3 سم. This is normal. اما لو عالي عن كده يبقى في مشكله ولازم نعرف ايه هي المشكله دي. زي كده الديافرام اليمين هنا هو اعلى بكتير قوي من الديافرام الشمال. وفي نقطة تانية إن أعلى نقطة في الديافرام مترحلة ناحية اللاترال تشيست وول. لو شفت الحاجتين دولت مع بعض تعرف إن في مية تحت الرئة اللي إحنا بنسميها the subpulmonary effusion. أيام زمان قوي كنا بننيم المريض على جنبه ونحط الفيلم من قدام والأنبوبة الأشعة من ورا، اسمه decubitus position. وبعدين تصور صورة فالمية اللي كانت تحت الرئة تتزحلق كده وتيجي في البلورال ريسس. دلوقتي بطل الكلام دوت، بالالترا ساوند ببساطه شديده تحط البروب على المكان ده فتعرف اذا كان في ميه تحت الرئه ولا ما فيش. كلكم طبعا شايفين الفيلم ده اسود قوي، ده الفيلم اللي احنا بنسميه فيلم محروق، لان الدكتور او الفني اللي بيصور ادى المريض جرعه اشعه اكتر من الطبيعي، فكانت النتيجة إن الفيلم كده، اسمه في الأشعة هارد أو أوفر إكسبوزد. الفيلم اللي جنبه مغبش كده شوية ومبيض حبتين عن الطبيعي، and this is soft أو أندر إكسبوزد، اللي إحنا بنسميه الفيلم اللي ما خدش جرعة أشعة مظبوط. أما الفيلم اللي بالمظبوط اللي هو اللي حضرتك شايفه ده، إن يو كان سي ذا ديتيلز أوف ذا لانج، إن يو سي ذا هارت، and you also see the costophrenic angle. هو ده الفيلم اللي احنا عاوزينه.
لو جالك الفيلم وانت عاوز تعرف المريض خد نفس كويس ولا لا، لو كان واخد نفس كويس هيخلي الديافرام نازل لتحت عند الريب رقم 10. ازاي تعد الريبس اصلا؟ تبتدي من اول واحد اللي هو ده، وبعدين رقم 2، وبعدين رقم 3، وبعدين 4 5 6 7 وهكذا. بعد لما توصل لرقم 10 وتلاقي الديافرام موجود عنده، تعرف على طول ان المريض خد نفس كويس. افرض ما كانش واخد نفس كويس، يبقى الديافرام لفوق والهارت متبطط، فتشخص المشكلة على ان هي غلط. And this is ال inspiratory film اللي هو واخد نفس كويس، وده expiratory film مش واخد نفس كويس. And you can see the difference in the cardiac shadow. In the lateral view، المفروض انك انت لما تبص على اللاترال تلاقي الابر دورسال فيرتبري لونهم ابيض واللور دورسال فيرتبري لونهم اسود، لان الابر دورسال فيرتبري عليها كتف المريض واللور دورسال فيرتبري عليها اللونج بيزس اللي هي مليانه بالهواء. لكن لو انت عملت شيست اكس راي ولقيت العكس، لقيت اللور دورسال فيرتبري بيضه والابر دورسال فيرتبري سودا، تعرف ان في ليجن موجود في اللونج وهو اللي جه على الدورسال فيرتبرا وغطى عليه. Then you go to the frontal x-ray، هتلاقي ان في opacity موجوده في اللونج بيز، ولما جينا عملنا lateral view راحت راجعه لورا وغطت على الدورسال فيرتبرا. والحكايه دي مشهوره جدا عندنا في الامتحانات بتاعتنا، ان هم يجيبوا اللاترال اكس راي ويحاولوا، ما بيكونش طبعا بهذا الوضوح الفظيع يعني، لكن بيكون الدورسال فيرتبرا شبه بعض، الاثنين يا اما مبيضين يا اما مسودين، على اساس انك انت يعني تلاحظ الايه هذه الملحوظ. لما يجي لك الفيلم عاوز تعرف المريض كان واقف عدل وهو بيتصور ولا لا، تعلم علامه على السباينس بروسس بتاع الدورسال فيرتبرا، وتقيس المسافه ما بينه وما بين الكلافيكل الشمال والكلافيكل اليمين. لو طلع الاثنين قد بعض يبقى هو كان واقف عدل وهو بيتصور. لو طلع واحدة غير التانية، يعني ده السباينس بروسس وادي الكلافيكل الشمال واليمين، يبقى معنى كده ان هو كان ملفوت. لو اتلفت يعني في رئة قريبة من الفيلم ورئة تانية بعيدة عن الفيلم، فهتلاقي واحدة سودة وواحدة بيضة، فتقول يا اما ده امفيزيما او نوموثوراكس، وتقول يا اما ده نمونيا ولا معرفش ايه زي ما يجي في بالك. وكل المشكلة بس ان المريض كان واقف مش عدل، لان الفني ما خدش معاه ثانيتين ثلاثه عشان يظبطه ويأكد عليه موضوع النفس وخلافه. لو انت عندك عملت شيست اكس راي وعاوز تقول في ليجن في الحته الفلانيه، اول حاجه عندنا قاعده في الاشعه بتقول كل الاشعات عباره عن مريض باصص للدكتور، يعني الشمال بتاعه كده واليمين بتاعه كده. يبقى في الشيست اكس راي دي الليفت لانج ودي الرايت لانج. اعلى حته في اللانج اسمها ذا ايبكس، اعلى حته في اللانج اللي هي عليها لون اصفر دي اسمها ذا ايبكس. الحته اللي في اللانج قصاد الهايلم اسمها ذا ميدل لانج زون. الحته اللي فوقيها اسمها ذا ابر لانج زون، والحته اللي تحتها اسمها ذا لور لانج زون. يبقى لو انت عندك اكس راي وفي ليجن قصاد الهايلم اسمه موجود في الميدل لانج زون، لو في ليجن عند الديافرام اسمه موجود في ايه؟ اللور لانج زون. طب افرض انت عندك لاترال فيو، يبقى لازم تقول باللوب، لان انت عارف ان الرئه اليمين فيها تو فيشرز والرئه الشمال فيها فيشر واحد بس. فلو كان الليجن هنا يبقى في الابر لوب، لو كان هنا يبقى في اللور لوب، لو كان هنا يبقى في الابر لوب اليمين، وهنا يبقى الميدل لوب، وهنا يبقى اللور لوب. ده مريض عامل كاردياك سيرجري وعنده ستيرنوتومي واير سوتشرز وعنده بلورال افيوجن على الناحيه اليمين. الافيوجن دخل في الفيشر الكبير والصغير. Then you can see the region of the upper lobe and the region of the middle lobe and the region of the lower lobe. واحنا بنتكلم في الشيست اكس راي عندنا 6 ديفينيشنز، 6 الفاظ ليهم معاني في غايه الاهميه. أول لفظ فيهم احتمال تكون سمعته قبل كده اسمه ذا سيلويت ساين. سيلويت ساين معناها إن في أوباستي في اللنج غطت على الكاردياك بوردر. فلو أنت باصص هنا ذيس إز ذا تشيست إكس راي وأنت عاوز تمشي على الكاردياك بوردر، جيت لحد هنا ووقفت.
ده معناته ايه؟ معناته ان الاوباستي جنب الهارت، والهارت قدام ولا ورا؟ قدام. يبقى الاوباستي كمان قدام. مين اللي قدام على الناحيه اليمين في الحته دي؟ الميدل لوب. يبقى اذا الاوباستي دي موجوده في الميدل لوب من غير ما تعمل لاترال فيو. لو انت بصيت على الشيست اكس راي ده هتلاقي فيه اوباستي هنا جنب الهارت، بس لما تيجي تمشي على الكاردياك بوردر تعرف تمشي عليه. يبقى الاوباستي دي مش جنب الهارت، فين؟ لورا. لورا يعني فين؟ يعني في اللور لوب. اذا لو انا سالتك وقلت لك الاوباستي اللي انت شايفها على الناحيه الشمال دي ورا ولا قدام؟ ورا ولا قدام؟ ورا. ليه؟ علشان انت شايف الكاردياك بوردر، يعني السلويت هنا مش موجود، يعني السلويت نيجاتيف زي ما بيقولوا. والهم عملنا مقطع بالسي تي فعلا لقينا ان الاوباستي موجوده ورا. And this is the heart and this is the diaphragm. الساين الثانية اسمها اير برونكوجرام. اير برونكوجرام يعني في اوباستي في اللنج جواها شجرة مليانة هواء. الشجرة اللي مليانة هواء دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البرونكاي فيها هواء، لكن الالفيولاي اوبيك، يعني فيها حاجة خلتها اوباسيفايد. لما تلاقي الاير برونكوجرام تعرف ان الليجن دوت طالع من اللنج، يعني مش طالع من التشيست وول ولا البلورا ولا الميديوستاين. لما تلاقي الاير برونكوجرام تعرف ان ده الفيولر باثولوجي، يعني طالع من الالفيولار. لما تلاقي الاير برونكوجرام تعرف ان اللي انت شايفه اسمه كونسوليديشن. وكلمه كونسوليديشن مش معناها نمونيا، لان النمونيا واحد من كذا حاجه تؤدي الى كونسوليديشن في اللنج. يبقى الاير برونكوجرام مفيد جدا انك انت اول ما تلاقي اوباستي وجواها شجره مليانه هواء تعرف ان this is ايه؟ ان this is consolidation. تيجي بقى للترم اللي بعد كده اسمه بالمونري نوديول. والبالمونري نوديول عباره عن well defined lesion، يعني تعرف تمشي حواليه بالقلم دايرين داير، وحجمه اقل من 3 سم. واللي بعد كده اسمه الماس، والماس well defined lesion بس حجمه اكتر من 3 سم. واللي بعد كده اسمه الباتش، والباتش لسه قايلين عليها دلوقتي عباره عن اوباستي جواها شجره مليانه هواء اللي هي الاير برونكوجرام. بعد كده الكافيتي عباره عن كوره فيها هواء، والهواء ده ممكن يكون كلي وممكن يكون جزئي، يعني الكوره كلها مليانه هواء او يكون فيه هواء وميه او يكون فيه هواء وماس جوه الكافيتي نفسه. بس شرط اساسي عشان تقول ان ده اسمه كافيتي لازم يكون جواه ايه؟ هواء، بغض النظر عن الكونستيتيوانت التاني. بعد المقدمه اللي انا قلتها لحضراتكم عاوزين نقرا الشيست اكس راي. هتجيب الشيست اكس راي كده وتحطه على الفانوس. اول حاجه تعملها تشوفه معمول كويس ولا لا. ايه الكويس اللي فيه؟ نمره واحد، المريض كان واقف عدل ولا لا. تبص على السباينس بروسس وتشوف الكلافيكس. المريض خد نفس كويس ولا لا؟ تبص على الديافرام بالنسبة للريبس. الفيلم محروق ولا صوفت ولا مكسبوز كويس؟ يبقى انت استوفيت الشروط بتاعة الفيلم كويس. بعد كده باعتبار ان انت دكتور منتاش مصورات سواء كنت في الأشعة او غير الأشعة، لازم تبقى عندك good clinical background. مفيش اي حد يا جماعة في الدنيا مهما كان عملاق في الأشعة ما يعرفش يشخص الفيلم إلا لما يعرف المريض بيشتكي من إيه، إذا كان عاوز يشخص حاجة صحيحة. فأنا أرجوكم كلكم لوجه الله سبحانه وتعالى إنك أنت whenever you are interpreting a chest X-ray أو أي X-ray أو أي CT في الدنيا you should insist إن يكون عندك clinical background محترمة، مش أي كلمتين وخلاص. بعد كده لو انت هتقرا الفيلم وكان في افلام قديمه وانت تقدر تحصل عليها، يبقى كده انت استوفيت كل الماتيريال اللي تؤهلك انك انت توصل للتشخيص السليم. خلاص استوفيت الثلاث شروط دولت وبصيت على الفيلم كده، عاوزينك تعرف واحد من اتنين. هل اللي انت بتتعامل معاه ده فوكال لانج ليجن ولا ديفيوز لانج ديزيز؟ اي حد من حضراتكم لو بص على الشيست اكس راي حتى لو ملوش علاقه خالص بالطب
لو كان الليجن اللي في اللنج واحد او اتنين او تلاتة وبقية اللنج سليمة اسمه فوكال لنج ليجن. لو كانت اللنج متبهدلة الشمال واليمين اسمه ديفيوز لنج ديزيز. يبقى سهل جدا عليك كخطوة اولى انك انت بعد لما تستوفي اللي انا قلته تشوف اذا كان ده فوكال ولا ديفيوز. الديفيوز لنج ديزيز موضوع طويل جدا وفي مشاكل كتيرة جدا بياند اللي انت محتاجه، لانك انت مش هتتعرض له قوي الا لو تخصصت بعد كده. فاحنا دلوقتي هنركز على the focal lung lesion. لو انت بصيت على اللنج ولقيت focal lung lesion، الفوكال مش معناها واحد بس، واحد او اتنين او تلاتة بس في لنج سليم. الفوكال lung lesions يا جماعة واحد من اربعة، يا اما ان هو يكون نوديول يعني well defined lesion اقل من 3 سم، يا اما ان هو يكون ماس يعني well defined lesion اكتر من 3 سم، يا اما ان هو يكون باتش يعني opacity وفيها اير برونكوجرام، يا اما ان هو يكون كافيتي يعني كوره وفيها هواء كلي او جزئي. هما دولت الحاجات اللي احنا عاوزينك تميزهم، بعد كده نبتدي التشخيص. لو انت اكتشفت ان ده فوكال وان هو نوديول، ايه الاحتمالات بتاعه البلمونري نوديول اللي انت تسمع عليهم؟ انت في البطنه لو فتحت صفحه البلمونري نوديول مش هتخلص، هتلاقي اسامي كتير جدا جدا بتعمل بلمونري نوديول. ولو رحت في الجراحه نفس الحكايه، لو رحت في الاطفال نفس الحكايه. بس احنا في الاشعه ما بنهتمش قوي بالنوديولز اللي بتتشاف مره كل 100 سنه او مره كل في الانترنت ولا الكلام ده، احنا بنهتم بالنوديولز اللي انت هتشوفها كل شويه في حياتك. وبالتالي لما توصل الى ديفرنشال دياجنوزس يكون الديفرنشال دياجنوزس محدود بالنسبه لك. النوديولز اللي انا عاوزك تعرفهم هم سته، التوبركولوما والهامرتوما والبريفرال برونكوجينيك كارسينوما والميتاستاسيس والاي في ام بالمونري ارتيري فينوس مالفورميشن والهايدراتيد سيست. لو انت لقيت كوره في اللنج وعاوز تعرف انهي واحد في دول، اسهل واحد فيهم على الاطلاق هو الميتاستاسيس، لان الميتاستاسيس ار مالتيبل كور 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 في اللنج، then you are dealing with metastatic deposits. اي واحد منكم هيقول هو الميتاستاسيس ما تنفعش تكون سوليتري، الاجابه تنفع، ولكن لو كانت سوليتري مش هتعرفها انها ميتاستاسيس الا لما تكون عارف في الهيستوري ان العيان عنده برايمري ماليجنز. يبقى لو انت كان في كوره في اللنج وقالوا لك دي واحده ست وعندها بريست كانسر، يبقى الكوره دي ميتاستاسيس. قال لك عنده رينال سيل كارسينوما، يبقى الكوره دي ميتاستاسيس. من غير هيستوري بقى كور 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 كور، يبقى دولت ايه؟ ميتاستاسيس. الحاجة التانية لو انت بصيت في السي تي ولقيت كور كور، هي السي تي زي البلين اكس راي، دي ار ميتاستاسيس سواء بالهيستوري او من غير هيستوري. اما لو كان في بالمونري نوديول والنوديول ديت تتميز بصفتين، نمرة واحد الايدج از سموث وجواها كالسيفيكيشن. لو الايدج سموث وجواها كالسيوم تعرف ان ذيس از ا بناين نوديول، والبناين نوديولز في الليسته اللي احنا عاملينها هم التوبركولوما والهامرتوما. اي نوديول يا جماعه كونتيننج كالسيوم والايدج بتاعتها سموث، then you consider the possibility of توبركولوما او هامرتوما. ازاي تفرق ما بين الاثنين؟ مش مطلوب منك ولا مننا، لكن التوبركولوما موجوده in the upper lobes والهامرتوما تتوجد في اي مكان. التوبركولوما الكالسيوم اللي فيها اي منظر، والهامرتوما الكالسيوم اللي فيها غالبا بيكون زي الفشار اللي هو ذا بوب كورن كالسيفيكيشن. اذا لو انت لقيت بالمونري نوديول زي دي كده والايدج سموث جواها كالسيوم، then you know that this is توبركولوما او هامرتوما. وهنا اهوت برضه نفس الحكايه، نوديول وجواها كالسيوم، توبركولوما او هامرتوما. لو كانت في الابر لوب يو كونسيدر مور لايكلي ذا توبركولوما، لو كانت في اللور لوبس يو كونسيدر مور لايكلي ذا هامرتوما. And this is a classic appearance of hamartoma showing the typical bob corn calcification. If you see this type of calcium which is ما هوش موجود بصفة كتيرة قوي في الأشعة، لكن لو شفته then you consider this is most likely a hamartoma. أما النوديول اللي فيها الإيدج بتاعتها مشرشرة
يعني بنسميها احنا speculated margin. Speculated margin يساوي malignancy. Then if you see a lesion, a nodule in the lung with a speculated margin, you consider bronchogenic carcinoma. سواء كان ده في البلين اكس راي زي كده speculated margin او كان في السيتي speculated margin. This is typical of bronchogenic carcinoma. اما بقى لو لقيت كوره وجواها ميه زي الكوره دي فدي ملهاش differential diagnosis خالص. And this is the hydatid cyst. الكوره الوحيده يا جماعه اللي مليانه ميه في اللنج هي الهايداتيد سيست. وطبعا انت دلوقتي بتقول لنفسك امال الابسس راح فين؟ الابسس يا جماعه نادر قوي 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 لما يكون كله مليان صديد، لازم يكون جواه نقطه او اثنين او ثلاثه او اي مساحه من الهواء. ولو اتوجد الهواء جواه ما بيكونش بقى تبعنا دلوقتي، بيكون تبع الكافيتس. وعلى كل حال لو افترضنا ان الخراج هيكون ما جواهوش هواء، هيكون مليان ميه او صديد يعني، فالفرق في الجدار. الجدار بتاع الابسس بيبقى تخين جدا وبياخد صبغه لما تحينه صبغه في السيتي، ولكن الجدار بتاع الهايداتيد سيست از فيري ثين وما بياخدش صبغه. يبقى الكوره الوحيده اللي مليانه ميه في اللنج هي الهايداتيد سيست. اي حد هيقول امال فين الانسيستد بلورال افيوجن ان ذا فيشر؟ الرد سهل جدا، ان الانسيستد بلورال افيوجن ما هواش كوره وما هواش في اللنج، لان انت عارف الانسيستد بلورال افيوجن بيبقى مسحوب من الناحيتين كده وبيبقى الكتريكال ان شيب وبيبقى ان ذا فيشر، ما بيكونش انسايد ذا لنج. اذا لما تلاقي كوره مليانه ميه في اللنج يو كونسيدر هايداتيد سيست. لو كان في كوره متوصلة بالهايلم بحبلين، واحد هو الفيدنج ارتري والتاني هو الدريننج فين، then you are dealing with arteriovenous malformation. وده شيء اساسي بالنسبة للarteriovenous malformation، انك انت تلاقي نوديول وتحاول تلاقي لها الكونكشن تو ذا هايلم، عبارة عن بيسموه ذا فاسكولار بيديكل اللي هو ذا فيدنج ارتري اند ذا دريننج فين. ايام زمان قوي 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 قبل السي تي الجديد ما يبقى موجود، كنا بندخل قسطرة عن طريق الفيمورال فين ونطلع بيها في الانفير فينيكيفا وبعدين نخش في الرايت اتريوم وبعدين نخش في الرايت فنتركل وبعدين نطلع في البلمونري ارتري وبعدين نحن سبه. ف then you can see the arterial venous malformation and the feeding artery as well as the draining vein. دلوقتي ما بنعملش كده خالص ولا قساطر ولا حاجة، بنستخدم السي تي بطريقة ما هشرحها لحضراتكم في المحاضرة اللي بعد كده. ازاي تستخدم السي تي اسمه مالتي ديتكتور سي تي في انك انت توصل للموضوع ده من غير ما تستخدم القساطر. افرض ان انا عملت شيست اكس راي ولقيت بالمونري نوديول، ايه المطلوب مني؟ عاوز اعرف الايدج سموز ولا لا، عاوز اعرف فيها كالسيوم ولا لا، عاوز اعرف جواها ميه ولا لا، عاوز اعرف ليها فاسكولار بيديكل ولا لا. لو فشلت في اجابه اي واحد من الاربع اسئله دول لازم الجا للسي تي، وده برضو اللي معلوماتكم اللي انت المفروض تمشي عليها عشان ما تنحرفش بعد كده على الطريق. And whenever you are not able to diagnose the patient from the plain x-ray, you should go to the CT. ما تروحش تعمل منظار ولا بايوبسي ولا ايكو ولا اي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل. The next step يا جماعة للشيست x-ray هو CT. ولا شيء قبله، لكن ممكن يكون في بعده حاجات تانية. لكن السي تي از ان اسينشال علشان تجاوب على هذه الاجابات. اذا لما لقيت ليجن كده رحت في السي تي لقيت عنده سبيكيوليتد مارجن، عرفت ان دوت ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما. يبقى احنا عندنا كام نوديول يا جماعه؟ ست، اللي هم التوبركلوما والهامرتوما سموز مارجن وفيهم كالسيوم. البرونكوجينيك كارسينوما ليها سبيكيوليتد مارجن، الهايداتيد سيست فيه ميه، والاي في ام ليها فاسكولار بيديكل، والميتاستاسيس يا اما تبقى مالتيبل يا اما المريض يكون عنده برايمري نون برايمري مالجنس. ساعات كتيره وانا بدرس الكلام دوت لناس اكبر منكم بكتير بسالهم هذا السؤال، لكن مفيش مانع برضو ان احنا نساله لحضراتكم. هل تعلم نوديول تانيه غير السته اللي انا قلتهم بشرط واحد بس، تكون النوديول اللي انت هتقولها بتتشاف على الاقل مره في السنه، مره في السنه، بحيث انها تكون كومن
يعني مرة في السنة في احتمال تشوفها وانت دكتور وقبل ما تطلع على المعاش والكلام ده كله. يبقى نحطها في الليستة ونحاول نطلع الديفرنشال دايجنوز. اما النوديول اللي بتشاف 20 كل 20 سنة مرة ملناش دعوة بيه. حد عارف نوديول بتتشاف على الاقل مرة في السنة غير الستة اللي انا قلتهم؟ انا عارف الاجابة، لان في اكبر منك كتير قوي معرفتش الاجابة. لكن كل الاجابات اللي جات لي من ناس كده كانت محاولات، وكان اشهرها روماتويد نوديول. ولما تسال اللي قالها انت شفت روماتويد نوديول في حياتك يقول لك لا. اسال اي واحد من الكبار والصغار، وانا اللي انا اسالني انا شفت روماتويد نوديول مره واحده بس. والمقصود بالشوفان هنا ان ذا كلينيكال براكتس، مش في الكتب ولا على الانترنت. لو انت بتشوف النوديول دي as frequent as once per year في الكلينيكال براكتس نضرب لها تعظيم سلام. غير كده لا. يبقى الكارسينويد والانترابالموناري ليمف نودز والفورين بودز والمش عارف ايه وكل الروماتويد نوديول الكلام ده كله ما ينفعش يتحط في هذه الليسته. بتكون النتيجه ان احنا بنصل الى كونكلوجن ان هم دولت the most common six possibilities. يبقى انت وانت ماسك الشيست اكس راي ولقيت نوديول يعني اقل من 3 سم تعرف ان هي لن تخرج عن واحد من السته دول اللي انا قلت لك عليها. ننتقل بعد كده الى الماسز. والماسز باي ديفينيشن هي الكوره اللي اكتر من 3 سم، ودول 3 بس اللي في اللنج ماسز، 3 بس اللي هم البرونكوجينيك الكبيره والهيداتيد الكبير والميتاستاسيس الكبير. لو انت عملت شيست اكس راي ولقيت ماس زي دي كده، كل اللي مطلوب منك انك تعرف جوه الماس دي فيه ميه ولا مفيش، لان لو كان فيها ميه هتبقى هايداتد، لو ما كانش فيها تبقى واحد من الاثنين التانيين. عشان تعرف الماس فيها ميه ولا لا لازم لك يا اما سي تي يا اما سونار. فعملت سي تي لقيت فعلا جواها ميه، يبقى اللي انت شايفه دلوقتي عباره عن ايه؟ هايداتد سيست. في كوره ثانيه هنا في الشيست، عملت سي تي طلع جواها ميه، يبقى اللي انت بتتفاهم معاه دوت اسمه هايداتد سيست. في كوره هنا في الشيست وعملت سي تي طلعت سوليد، تروح موقف بقى ده ميتاستاسيس ولا بروكوجينيك كارسينوم. انت عارف عشان نشخص الميتاستاسيس لازم لنا واحد من اثنين، يا اما يكون الليجن مالتيبل، ما حدش يتكلم مع اللي جنبه ولا اللي وراه، يا اما يكون الليجن مالتيبل، يا اما يكون المريض معروف ان هو عنده ايه؟ نون برايمري مالجنسي. افرض مش معروف والليجن مش مالتيبل، يبقى انت ما عندكش الا تشخيص واحد بس اللي هو ايه؟ برونكوجينيك كارسينوم. من هنا بتيجي للقاعده الثانيه اللي بتقول الماس الوحيده، الماس الوحيده في اللنج بتاعه الادلت هي برونكوجينيك كارسينوما until proved otherwise. كل لما تلاقي ماس in the lung of an adult، لان البيدياتريك ليه مشاكل تانية، تعرف ان this is bronchogenic carcinoma until proved otherwise. اي حد هيقول لك بس الماس دي جواها كالسيوم واحنا عارفين ان الكالسيوم يعني حاجة بناين، اقول لك هذا الكلام يعتد بيه في النوديول ولا يعتد بيه في الماس. الماس فيها كالسيوم او ما فيهاش هي bronchogenic carcinoma. الايدج بتاعتها speculated او smooth هي برضو bronchogenic carcinoma. لكن النوديول هي اللي ليها حسابات مختلفة زي ما قلنا. إذا لو أنت عملت شيست اكس راي ولقيت ماس زي كده وعملت سي تي وطلعت سوليد وفيها كالسيوم ما تفرقش، and this is bronchogenic carcinoma. عملت شيست اكس راي زي ده ولقيت ماس وعملت سي تي وطلعت سوليد، and this is bronchogenic carcinoma. عملت اكس راي لقيت ماس كده وعملت لها سي تي طلعت سوليد، then you consider bronchogenic carcinoma. لكن قال لك المريض دوت عنده history of renal cell carcinoma، يبقى اللي انت شايفه دوت متاستاس ما هوش برونكوجينيك كارسينوما. ده مريض عنده 14 سنه وعنده اوستيوساركوما، يبقى الماس الكبيره قوي في الرايت لانج ديت ريبريزنتس ميتاستاتيك ديبوزيت. واحد عمل شيست اكس راي وطلع عنده كور 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 من غير هيستوري، دولت عباره عن ايه؟ ميتاستاسيس. واحد تاني عمل سي تي ليه كوره كبيره وكوره صغيره ومش عارف ايه، يبقى ميتاستاسيس. واحد عمل شيست اكس راي وطلع عنده كور صغيره وكور كبيره يعني نوديولز اند ماسز، يبقى ميتاستاس. قال لك عنده كانسر كولو، يبقى ميتاس. ما عندوش كانسر كولو مش معروف يعني، يبقى ميتاستاسيس برضه. السؤال
واحد هيقول لك هو الهايدايتد سيست ده ما بينفعش يكون مالتيبل، ينفع ولا لا؟ ينفع طبعا. طب ليه احنا ما قلناش على الشيست ده بغض من غير الهيستوري؟ ليه ما قلناش ده ممكن يكون ميتاستاز، ممكن يكون هايدايتد سيست؟ ليه ما قلناش كده؟ لا مش عشان العدد، لان احنا عندنا قاعده في الاشعه وفي الطب كله الكومن. ايه هو الكومن؟ لما تسال انت نفسك سؤال كم مره وانت لسه صغير كده شفت ميتاستازز في الشيست؟ بالخبر. كم مره شفت مالتيبل هايدايتد سيست؟ ولا مره. عندنا احنا في الاشعه بتعتبر عجوبه انك انت تلاقي هايدايتد، وتلاقي كل الدكاتره اللي عندنا كل واحد مصور فيلم ومخبيه تحت السرير بيعمل بيه ايه ما تعرفش، لكن هو حب الامتلاك. ملناش دعوه بقى المريض اتعرض اشعه قد ايه، راح في 60 داهيه، دي مش قضيتنا. المهم ان انا يبقى عندي مالتيبل هايدايتد سيست تحت السرير. فانت دلوقتي مين الكومن؟ مين الكومن؟ الميتاستاسيس. بنشخص ميتاستاسيس، راح المريض ده عمل سي تي طلع كلهم مليانين ميه، خير وبركه، يبقى هو طلع دلوقتي هايدايتس. بس ما اقدرش الاقي واحد زي كده اقول له اطمن اطمن، ده كل ده من القطط ومش عارف ايه اللي انت مربيهم في البيت وكله هيعدي. ما فيش حاجه اسمها كده في الطب. And you should confirm الاول الدياجنوز. Then you see two lesions in the lung, they should represent a metastasis. راح عمل سي تي طلع كل كره منهم فيها ميه، خير وبركه، يبقى انت دلوقتي you are dealing with a hydrated system. نيجي بعد كده للباتش. وطبعا لو سالتك قلت لك الماس رقم 4 نفس الحكايه، ما اعرفش تحب تجاوب الماس رقم 4 غير اللي انا قلتهم، بس تكون بتتشاف مره واحده في السنه على الاقل. عندك مقترحات؟ ما يكونش في طفل، يكون في قطر. عندك مقترحات؟ ايه؟ ما حدش بيقترح. خلاص، يبقى انت دلوقتي عارف ان الماسز اللي في اللانج بتاعت الادلت هم كام؟ 3. لو كان فيها ميه يبقى هايدايتد، لو ما كانش فيها ميه تبقى يا اما برونكوجينيك يا اما ميتاستاسيس، والميتاستاسيس يا اما مالتيبل يا اما في نون برايمري ميليتس. بعد كده نيجي للباتش اللي هي اوباستي وفيها شجره مليانه هواء. دي ما فيش منها الا اثنين بس اللي هم النمونيا والانفاركشن. النمونيا والانفاركشن عباره عن باتش وفيها اير برونكوجرام. الفرق بين النمونيا والانفاركشن في الاشعه ما فيش فرق. ما فيش فرق خالص، هما الاثنين شبه بعض بالملي. ملناش دعوة بقى واحدة فوق واحدة تحت، واحدة مثلث واحدة مربع، كل ده في الهواء. لكن الفرق ما بين الانفاركشن والأشعة والنمونيا في الكلينيكال جبار. العيان اللي عنده نمونيا سخن وبيكح وبيطلع سبيوتم، العيان اللي عنده انفاركشن عنده acute chest pain وعنده hemoptysis وعنده المصدر بتاع الانفاركشن deep vein thrombosis أو. إذا لو أنا شفت شيست اكس راي ومحدش راضي يقول لي زي في الامتحانات العقيمه بتاعتنا الهيستوري، يبقى كل اوباستي تشوفها في الشيست تساوي نمونيا. ليه؟ لان النمونيا قصاد الانفاركشن مفيش نسبه، النمونيا از فار كومن عن الانفاركشن. لكن لو هو ورى لك اوباستي وقال لك خلي بالك العيان ده عنده ديب فينس ثرومبوزس وبيكح دم ومش عارف ايه، يبقى الاوباستي اللي انت شايفها ديت عباره عن ايه؟ عباره عن انفاركشن. Then this patient عنده نمونيا في الرايت لونج بيز، عمل سي تي، واحنا دو نوت يوجوالي بنعمل سي تي في النمونيا، طلع فيه اوباستي، خد انتي بايوتكس فخف، ما فيهاش مشكله. لكن ما حدش يجي يقول ابدا ان ده مثلث والبيز بتاعته لبره والايبكس لجوه وراكبه عفريت، كل دوت ما ينفعش في تشخيص الانفاركشن. خلاص؟ The only way to diagnose infarction is the clinical picture. ما ينفعش تشخص الانفاركشن من الاشعه، لان الانفاركشن زي النمونيا بالظبط، والنمونيا اكتر بكتير جدا 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 من الايه؟ من الانفاركشن. اخر حاجه الكافيتي. الكافيتي يا جماعه في منه 3 اشكال، واحد كره مليانه هواء، والتاني هواء وميه اير فلويد ليفل يعني، والتالت كافيتي وجواه ماس. نمسك الاول لو كان الكافيتي جواه هواء بس، التشخيص بتاعه بيعتمد على تخانه الجدار. لو كان الجدار تخين يبقى في تشخيصين، لو كان الجدار رفيع يبقى في تشخيصين تانيين. نمسك الاول لو كان مليان هواء والجدار تخين، and this is the lung abscess رقم واحد على راس القائمه. هتقول لي انت لسه قايل للخراج دلوقتي في اير فلويد ليفل، لكن بعد شويه لما المريض يكح
الصديد ويتبقى الهواء بس، اسمه كرونيك لونج ابسس. يبقى ذا كرونيك لونج ابسس عباره عن كوره الجدار بتاعها تخين ومليانه هواء في اللونج. طيب ايه اللي شبهه بقى؟ البرونكوجينيك اللي حصل فيها سنترال بريك داون. فالبرونكوجينيك اللي حصل فيها سنترال بريك داون والمريض كح الشريدز بتاعت التيومر، اتبقى له كافيتي الجدار بتاعه تخين جواه هواء، بس فرق جبار ما بين الاثنين في الانر مارجن. الانر مارجن اوف ذا برونكوجينيك كارسينوما از irregular، ولكن الانر مارجن اوف ذا ابسس از سموث. اند ذس از ذا ابسس، ذا انر مارجن از سموث، اند ذس از ذا برونكوجينيك كارسينوما، ذا انر مارجن از irregular. لو انت واخد بالك قوي من الكلام اللي انا بقوله ده، احنا عندنا فيتال ميستيكس بتحصل من امراض الصدريه ومن الاشعه، ان هم كل لما يشوف كره مليانه هواء يقول لك خراق، ويقعد يدي في المريض انتي بايوتكس وبتاع لحد لما يجي له ميتاستاسز في كل حته، وبعدين يكتشف ان ديت كانت البريك داون ان تيومر. الخراج لما بيبتدي بيكون فيه هواء قليل وصديد كتير، وبعدين يكح الصديد فيحصل اير فلويد ليفل، وبعدين يكح الصديد كله فيحصل كافيتي مليان هواء فقط، اسمه كرونيك لونج ابسس. افرض الكوره مليانه هواء بس الجدار بتاعها رفيع ثين. لو كانت الكوره في وسط اللونج اسمها نيماتوسيل، لو كانت موجوده على حرف اللونج اسمها امفيزيماتوس بول. يبقى الكافيتي اللي مليان هواء والجدار بتاعه ثين يساوي نيماتوسيل لو كان في وسط اللونج، امفيزيماتوس بول لو كان تحت البلورا يعني على السيرفس اوف ذا لونج. الكافيتي اللي جواه اير فلويد ليفل هو الخراج لسه قايلين دلوقتي، بشرط واحد بس، ان يكون السيرفيس اوف ذا فلويد ليفل مستقيم، يكون السيرفيس اوف ذا فلويد ليفل خط مستقيم. افرض السيرفيس اوف ذا فلويد ليفل ويفي يعني طالع نازل طالع نازل، دوت اسمه ووتر ليلي اللي هو بتاع الهيداتد لما ينفجر. الهيداتد سيست لما ينفجر ولاده الصغيرين بيطلعوا يعوموا على وش الميه من فوق، وبالتالي سطح الفلويد ليفل ما بيكونش مستوي ولكنه بيكون طالع نازل طالع نازل. Then if you see the fluid level is straight then you are dealing with an abscess. If you see the fluid level is wavy then you are dealing with a ruptured hydatid cyst. And this is the water lily. لو انتم يعني تسمع عليها بترجمتها بالعربي اللي هو سوسن الماء، اللي هو النبات اللي بيطفو على سطح النيل ده. This is a classic appearance of rupture hydatid cyst with water lily surface. اخر واحد الكافيتي اللي جواه كوره، كل كافيتي تلاقي جواه كوره and this is fungus اللي هو الفانجل بول او مايسيتوما او اسبرجيلوم، فتلاقي كوره جوه الكافيتي then you know that this is fungus. And this is an example. في كافيتي هنا وجواه كوره هنا، والكوره طبعا بتتحرك زي ما انت عارف مع حركه المريض. اكتر حاجه على الاطلاق بيشتكي منها المريض ده الهيموبتسيس، وبيموت منها برضو الهيموبتسيس، لان الكره دي بتخبط في الجدار اللي جوه وبتنزف كل شويه وهو يكح يكح لحد لما يموت لو كان عنده فيسل كبير واتحصل فيه الحكايه دي. افرض ان انت عندك كافيتي زي ده كده، الكافيتي دوت فيه صفتين، الجدار تخين والحرف الداخلي irregular يعني دوت ايه مالجنت. افرض كان جواه كوره يبقى مالجنت ولا مايسوتوما؟ مالجنت. ليه؟ لان هو فيه الصفتين الاساسيتين بتوع المالجنس. طب تفسير الكوره اللي جوه ديت ايه؟ ده شريدز اوف ذا تيومر قبل ما المريض يكحها. يبقى نستنتج من كده ان لو كان الكافيتي مالجنت يعني الجدار بتاعه تخين والانر مارجن irregular، مهما كان جواه you should insist على تشخيص المالجنسي اللي هو كان جواه هواء بس هو مالجن، جواه هواء وميه هو مالجن، جواه ماس وهواء وميه هو مالجن برضه. طيب دي بقى الحته ديت ما كنتش بقولها قبل كده، لكن بعض الناس قالوا لي ان احنا في الحوادث وكده بنتعرض قوي للبلورال افيوجن والنوموثوركس، ودولت مش داخلين قوي في القصه بتاعه الفوكال لونج ليجن اند ذس از بلورال باثولوجي. وبرده البلورال باثولوجي كتير جدا ومتشعب وكده، لكن اي سيلكت بس الحاجتين اللي يهموك اللي هم
the pleural effusion and the pneumothorax. Pleural effusion يا جماعة يعني مية in the pleural space. والمية ديت لازم فيها صفة معينة أوي كل الناس بتكتبها اللي هي يقول لك ليه كونكيف أبر مارجن ريزنج تو ذا أكزيلا اللي هم عندنا احنا بيسموها في الأشعة ذا منسكس ساين. ما ينفعش حاجة تقفل الكوستوفرينيك أنجل وتكون أوبا لفوق كده وتقول عليها بلورال إفيوجن، ده هيكون ماس أو أي حاجة تانية. يبقى الإفيوجن عبارة عن كونكيف أبر مارجن ريزنج توورز ذا أكزيلا. عشان تشوف الافيوجن في البلين اكس راي لازم يكون في 200 سنتي ميه ان ذا بلورال كافيتي، وعشان تشوفه في اللاترال اكس راي لازم يكون في 70 سنتي لان الكوستوفرينيك انجل اللي ورا اوطى بكتير قوي من الكوستوفرينيك انجل اللي على جنب. بغض النظر ان ذس از ذا ابييرنس اوف ذا بلورال افيوجن اوبليتريشن اوف ذا كوستوفرينيك انجل ويز ان ايدج ريزنج توورز ذا اكزيلا. في الأطفال الإفيوجن دايماً ما بيكونش زي الكبار ولكنه بيكون سارح على جدار الشيست اسمه لاميلر إفيوجن أو لاميليتد إفيوجن، يعني بيكون طالع 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 ناحية الشيست وول. أما لو كان البلورال إفيوجن إنسيستد فبتلاقي الإنر مارجن بتاعته الداخلية كونفكس لأن ده دلوقتي عبارة عن مية متكيسة in the pleural space. And this insisted pleural effusion لازم يتعمل له CT عشان تعرف إذا كان فعلا مية ولا صديد ولا دم ولا لأن الموضوع بيفرق قوي بالنسبة لنا في insisted. And the insisted effusion in the fissure مش محتاج منك ولا فرق ولا حرق. And this is the insisted effusion اللي احنا قلنا عليه عبارة عن elliptical lesion موجود in the course of the minor fissure. الإفيوجن لما يكبر شوية اللي فات الأولاني كان اسمه مايلد وده هو اسمه مودريت إفيوجن بس برضو لازم هتكون الإج بتاعته كونكيف and raising towards the axilla وطبعا آلاف الأسباب اللي هي بتخلي يكون فيه إفيوجن. أما لو كان ماسيف إفيوجن في عرف الأشعة يساوي ماليجنس لازم هيكون تحت الإفيوجن ده مش هيكون مية عادية لازم هيكون تحت تيوبر then you aspirate وتعمل CT وبتاع عشان تشوف ايه اللي موجود تحت. لكن moderate ومايلد effusion ممكن يكون حاجات benign lesions. النوموثوركس معناها ان في هواء in the pleural cavity والنوموثوركس بيدوس على اللانج يبططها ناحية الهايلة. النوموثوركس بيدوس على اللانج يبططها ناحية الهايلة ما بيجيبهاش لتحت ولا لفوق لازم في النص يفضل وراها لحد لما تكولابس على الاخر خالص. And this is an example هوا كتير قوي and the lung is collapsed towards the high. لو النوموثوركس زي اللي فات كده يعني الميدياستاينم في مكانها ما فيهاش شيفت والديافرام في مكانه ما فيهوش اي اختلاف يبقى this is نوموثوركس عادي. اما لو الميدياستاينم راحت الناحيه الثانيه والديافرام اتبطط لتحت يبقى دوت اسمه تنشن نوموثوركس. والتنشن نوموثوركس is an emergency لازم المريض يتبعد بسرعة عشان نفضي الهواء عشان ما يموتش لأن المريض بيموت من التنشن. ليه؟ عشان التنشن بيأثر على اللانج التانية هو already بطط لانج وبعدين الميدياستاينم عمل شيفت على اللانج التانية فهيفطس المريض. فأنت بتبقى محتاج قوي أنك أنت تعمل درينج للهواء ده عشان المريض ما يحصلوش مشكلة. Then the two signs of tension pneumothorax هما shift of the mediastinum to the opposite side and the flattening of the diaphragm. ده كان أول المحاضرة كنا عاوزين بس إن إيه نوصلها لحضراتكم. فلو في أي أسئلة ممكن نسأل.